أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وتعظيما لملكه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله مسك الختام ودرة الأنبياء وإمام الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايها الاخوة المؤمنون، نفتتح انطلاقا من هذا الاسبوع باذن الله سلسلة خطب تتعلق بمآثر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أول موضوع سيكون اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. زعما شنو هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ وشنو هي الواجبات اللي سلم نديوها تبعا لهذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أيها الأخوة المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هدى ورحمة ونورا لجميع الخلائق والبشر، ليس للعرب فقط، ليس للعجم فقط، وإنما هو نور ورحمة لجميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الصالحين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من إذا نودي أجاب، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، اغسل خطايانا بماء الثلج واجعلنا ممن ينفرون من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إننا أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الغيث النافع العميم المبارك. اللهم أغثنا من غيثك النافع ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارفع البلاء عن إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأبقى في جواره مع آله يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوكم في الله العبد الضعيف الفقير إلى الله سبحانه وتعالى علي بن محمد بن علي بسباس، مولود يوم 26 جوفي 1993 ميلادي، الموافق لليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1413 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدأت مسيرتي منذ 6 سنوات. من 6 سنوات توفي والدي رحمة الله عليه وتركني أنا وأمي، ولكني رأيت الطرق ورأيت الأنهج، ولكن النهج والطريق الذي كان سببا في التوازن النفسي في داخلي هو طريق الله جل وعلا، حضن المساجد، حضن كلام الله سبحانه وتعالى، حضن القرآن العظيم. بدأت بأحضان وإن كانت قليلة في علمها لكن كبيرة في سنها، ترعرعت نشأت، ولكن الله تعالى أكرمني والحمد لله بأن أكملت تعليمي إلى البكالوريا التي أخذتها السنة الفارطة بفضل الله، وأنا حاليا أدرس طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. والحمد لله كانت مسيرتي مع بدايتي مع حفظ كلام الله جل وعلا سنة 2000، أي ما يقابل في عمري 11 عاما. بدأت مسيرتي بجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس. هذه الجمعية التي كان لها دور ريادي في تحفيظ كلام الله جل وعلا ونشر أخلاقه ونشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ما كان من ضغط ومع ما كان من تكبد وصعوبة في المشاق لنصل إلى مبتغانا وإلى هدفنا الذي هو حفظ كلام الله جل وعلا.
بدأت خطوات الأولى وأنا أدرس في الجمعية في صغري، لا أعرف ذاك ولا أعرف ذاك، ولكن تعلقت همتي بحفظ كلام الله جل وعلا. وأول ما بدأت على ودرست على يديه فضيلة الشيخ أمد الله في أنفاسه وأطال في عمره شيخنا محمد النجمي حفظه الله تعالى. ولئن انتقلت بعد ذلك إلى شيخنا الجليل أمد الله في أنفاسه شيخنا زاهر المعالج حفظه الله تعالى، والذي حفظت عليه أكثر القرآن الكريم إلى حد سنة 10 و2000. 10 و2000 هذه السنة الفاصلة التي كانت سببا من انتقالي من صفاقس إلى تونس في فترة الصيف. فترة الصيف في سنة 10 و2000 قضيتها بالمدرسة القرآنية عمر بن الخطاب بمدينة سكرة بولاية أريالة جوار تونس العاصمة. هذه المدرسة التي أسسها فضيلة الشيخ حسن الورغي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، أسسها سنة 1990، وخرجت أجيالا وأجيالا من طلبة العلم وممن يحفظون كلام الله تعالى، وأخرجت لا سيما إخواننا من الأفارقة ومن جنوب إفريقيا حفظهم الله، الذين ذهبوا ينشرون القرآن وينشرون كلام الله والقراءات في جميع أقطار إفريقيا وخاصة في جنوب إفريقيا. من المشايخ الذين كانوا يدرسون بهذه المدرسة والذين وجدتهم يدرسون بهذه المدرسة الشيخ بلال العشري حفظه الله تعالى، ومن الشيوخ الأجلاء الكبار نذكر منهم الشيخ محمد مشفر حفظه الله تعالى، الذي درست على يديه قصة من كلام الله جل وعلا، وخاصة في دروس التجويد التي كانت تقام كل يوم أحد. ومن المشايخ الذين درست عنهم تحسين نطق كلام الله جل وعلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفياني رحمة الله عليه وطيب الله ثراه بالجنة، الذي التحقت به وأكرمني الله أن درست على يديه وتتلمذت على يديه. مسيرة صغيرة ولكنها في العمق كبيرة، ولكن كلام الله جل وعلا أسرار وكرامات وبحر لا يعلمه إلا من خلق هذه الدنيا، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فنصيحتي إلى الشباب الذين سيكونون سببا في نصرة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول ما يبدأون يحفظون كلام الله جل وعلا. قراءة القرآن وحفظ القرآن من أجل الأشياء، تبعا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جعلنا الله مخلصين لوجهه الكريم في كل أعمالنا، تقبل الله مني ومنكم صالح أعمالكم، ورزقني وإياكم الجنان وأعلى الجنان في الفردوس الأعلى صحبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيه عن أجر الماهر بالقرآن فيقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.